حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الموقع بوست تظاهر في إب تضامنا مع بائع الفواكه. المشاهد نت طلاب الفنون في تعز منذ 3 أعوام ندرس في قاعات الكليات الأخرى. عدن الغد فنان في عدن يستغرب ظهور المتهم بتعذيب الصحفيين وسط المدينة. وفاة فيلسوفة فرنسية غرقا بعد أن أنقذت أطفالا من الغرق. أهلا بكم. قضية الطفل بائع الفاكهة الذي بترت ميليشيا الحوثي أصابع يده لأنه رفض دفع إيتاوات في محافظة إب، ووفقا لموقع الموقع بوست فقد تظاهرت مجاميع من أبناء حبيش في مدينة إب للمطالبة بالقبض على مسلح تابع لميليشيا الحوثي بتر أصابع الطفل زياد إسماعيل أمام المؤسسة الاقتصادية العسكرية. مصادر محلية أفادت بأن مجاميع من أبناء المديرية توافدت إلى أمام مبنى المؤسسة الاقتصادية بمدينة إب للمطالبة بسرعة تسليم المتهم إلى سجن البحث الجنائي ومحاسبته بعد مرور 2 من الحادثة. وفقا للمصادر فإن أحد ضباط المؤسسة الاقتصادية في إب اعتدى بالضرب وبآلة حادة على الطفل زياد الذي يعمل بائعا متجولا ضمن عشرات الأطفال الآخرين أمام مبنى المؤسسة وسط المدينة، وقطع أصابعه مسببا له جروحا بليغة. والسبب وفقا لمصادر الموقع هو رفض الطفل زياد دفع إيتاوات مالية فرضها الحوثيون والموالون لهم على الباعة المتجولين. وذكرت المصادر أنه تم إسعاف الطفل إلى المستشفى عقب الاعتداء الوحشي، حيث أكد الأطباء حدوث تمزق كبير في أعصاب اليد نتيجة الضرب وفقدان بعض الأصابع، وتم تقديم بلاغ لقسم الشرطة الذي يسيطر عليه الانقلابيون. صحيفة الأيام التي عاودت الصدور في عدن بعد 2 من التوقف الإجباري تابعت خروج نازحين من مساحة ملعب رياضي اتخذوه مسكنا أثناء وعقب الحرب، وعنونت الصحيفة اتفاق يقضي بخروج الأسر النازحة من ملعب الحبيشي تمهيدا لإعادة تأهيله. وقالت الصحيفة إن الجهات الرسمية بعدن اتفقت مع 5 أسر نزحت إلى ملعب الشهيد الحبيشي في مديرية كريتر إثر تدمير منازلها، ونص الاتفاق على خروج الأسر النازحة من ملعب الحبيشي مقابل تسلمها مبالغ مالية تغطي نفقات الإيجار لعام ونصف. كما علقت الصحيفة إعادة تأهيل ملعب الشهيد الحبيشي بقيمة 371 مليون ريال. وقالت الصحيفة إن إعادة التأهيل يتضمن تعشيب أرضية الملعب وتأهيل المدرجات والإنارة، وأكدت الشركة المنفذة أن الملعب سيكون جاهزاً بعد 6 أشهر. أهي موجة طحن جديدة تنتظرنا؟ تحت هذا العنوان كتب اللبناني حازم صاغية مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية. الغرب نفسه تردى ويتردى، وهذا صحيح، لكن الفارق بين ترديه أو كبوته وبين تردينا لا تخطئه إلا عين المتستر على انهيارنا أو من يجمله. ففي مقابل حروبنا المفتوحة والمؤجلة تطالعنا الأخبار يوميا باحتمالات عزل ترامب، واستطاعت فرنسا أن تبعد مارين لوبين، فيما تتهيأ ألمانيا لتجديد الانتخاب لأنجيلا ميركل. اليمين المتطرف فوق هذا لم يحظى بموقع مؤثر في البرلمان الهولندي ولا حظي بالرئاسة النمساوية، حتى بولندا تعلن أكثريتها الكبرى رفضها القانون الجديد الذي يخضع المحكمة الدستورية وتعييناتها للسلطة السياسية، إنها تهب دفاعاً عن فصل السلطات. فوق هذا ليس ما يعانيه الغرب من طينة جيولوجية، ليس فناءً وبقاءً وإعادة تشكل، نحن نعاني هذا. ما يقال لا يقال للإيحاء بأن سائر العالم يعيش ألم على لحظاته. هناك لا تزال مقاومة الانحطاط تملك ضماناتها القوية، هنا يملك الانحطاط ضماناته الهائلة القوة. هل نحن حيال موجة جديدة من صراع الحضارات تطحننا بعد كل الطحن الذي تعرضنا له في العقود الفائتة؟ الأسوأ أنه إذا كان هذا التعبير الأيديولوجي يتضمن وحدة بين أبناء الحضارة في مقابل وحدة بين أبناء الحضارة الأخرى، فإن أحوالنا البينية
حروبا وأحقادا بليغة جدا في فضح هذه النظرية برمتها، إلا أننا قد ننتهي إلى وضع لا نعود معه نملك الصوت واللسان كي نعلن ذلك. تحدث موقع عدن الغد عن عودة ظهور أحد قادة الحزام الأمني، وقال الموقع إن إمام النوبي كان غائبا خلال الشهرين الماضيين عقب اتهامه بتعذيب صحفيين ونشطاء تم إيقافهم داخل معسكر لقوات الأمن بكريتر يديره هو. يضيف الموقع يواجه النوبي اتهامات بينها ممارسة التعذيب لصحفيين ونشطاء، ومع ذلك فقد ظهر منظما للعمل في إحدى أسواق المدينة. ويستند الموقع إلى الفنان والممثل عدنان الخضر الذي هاجم النوبي وقال إن النوبي الذي احتجز أمجد عبد الرحمن وعذبه واختطف زملائه وعذبهم بعد موته ومنع دفنه في مقبرة القطيع وألغى مراسيم الجنازة والصلاة عليه يظهر بشكل مفاجئ كبطل ويتم الترويج له. وأضاف الخضر لا تستغربوا بعد فترة إن استلم النوبي ترقية مجزية ومنصبا أمنيا مرموقا في عدن. موقع المصدر أونلاين ركز على أحد طلبات الحكومة الشرعية من الأمم المتحدة وعنون الموقع الحكومة اليمنية تطالب الوفد الأممي بنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن. وقال الموقع إن رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر طالب الوفد الأممي الذي يزور اليمن بنقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لكي تعمل بكل حرية وسهولة لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية. ويقول رئيس الحكومة إن الحوثيين سخروا إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها والمقدرة ب 681 مليار ريال يمني لصالح ما يسمى المجهود الحربي، وهو ما يكفي لدفع مرتبات موظفي الدولة لمدة 9 أشهر على الأقل. وأضاف قبل عام من الآن ظهرت حالة الكوليرا في عدن والمحافظات المجاورة، وسخرنا لها كل الإمكانات من علاجات ومحاليل طبية ووقائية، وتم القضاء على الوباء بمعالجة أسبابه وبكادر محلي من أبناء المحافظة. لعدن وجه آخر لا يمكن أن تزعم أنك تعرفه دون أن تراه وتكتشفه، لأنه الجسر الذي يقودك إليها، إلى النور الذي يشع منها، إلى شمس عدن المشرقة أبدا والتي تجعل منها مدينة للعلم والتنوير والثقافة. هكذا يكتب محمد عمر مقاله المنشور في صحيفة الأيام متذكرا طفولته وحياته في عدن التي غادرها ولم تغادره، كما قال مضيفا ذلك التاريخ الذي لا يريد أحد أن يراه، وذلك التاريخ الذي يريدون طمسه لأنه يعني الهوية. عدن ليست الجدران ولا الدكاكين ولا التجارة ولا الميناء الذي شكل جزءا من تاريخها وهويتها، ولا الأراضي التي استولى عليها حاطبو الليل وسراق الأوطان. عدن ماض عريق لا يزول وحاضر وإن تعقد، لكنه الطريق إلى مستقبل يخشاه البعض، لكنه بالرغم عنهم يتشكل. عدن مدينة كلما اقتربت منها فتحت لك مكنون أسرارها، ولكنها لا تعطيك شفرتها الخاصة حتى تثق بأنك تحبها، انتسبت إليها. لا تشترط أن تكون ولدت فيها، هذه خاصية عدنية ليست بمقدور كل الناس، هذه خاصية لا علاقة لها بالسكن بل بالروح، بالحب، بمدى العلاقة التي تسمح بها لك. أزعم أن هذه المدينة أعطتني هويتها منذ جئتها ذات بحر ذات قرن طفلا في العاشرة، لم يرى الدنيا حتى رأى عدن، ورأى كل الدنيا فلم يرها مثل عدن. عليك أن تتبع أثر الحرف لكي تجد طريقك إلى المدينة. ستجد تاريخا من المدارس التي انشأتها، التي درس فيها الأطفال الأوائل وسط ركام الظلام، بدءا من مدرسة القديس سانت جوزيف في كريتر المشهورة بمدرسة البادري سنة 1850، والجزراتية في الخليج الأمامي في نفس العام، وتلك التي أنشأها الميجور ديمس أوترام لتعليم أبناء القوات المسلحة سنة 1856، وأعيد افتتاحها عام 1864، ومدرسة القديس سانت أنتوني في التواهي في نفس العام. كيف لم يدرك البعض أن المدينة ليست الحجارة ولكنها الناس، البشر، الإنسان من لحظة الميلاد؟
الطفولة، الصبا، الشباب، النضج، الأحلام بدون حدود، أو عندما تتحقق في الواقع أو تقف بينك وبينها حوائط سد. حملت صحيفة أخبار اليوم الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن العديد من العناوين، منها تعليق الإضراب في ميناء المعلى واستمرار العمل بالآلية السابقة لمدة 10 أيام. ومن عدن أيضا، مسؤول أمني في عدن ينفي ملاحقة الأمن لناشط شبابي. أما في تعز فقد عنونت الصحيفة: مسلحون يغتالون نجل قائد الشرطة العسكرية وسائقه وأحد أفراد الجيش الوطني. وعنوان آخر: العشرات من جرحى الجيش يحتجون في مأرب ويطالبون بصرف مرتباتهم. يحاول قسم الفنون الجميلة في جامعة تعز منذ تأسيسه في أواخر العام 2015 خلق بيئة تعليمية جديدة بتأسيسهم للقسم، غير أن جميع تلك المحاولات تتعثر، فيذهب المجهود إلى الإهمال واللامبالاة والتجاهل، إذ يفتقر القسم لأبسط مقومات العمل الأساسية، بدءا بعدم امتلاكه لمبنى خاص وقاعات دراسية، مرورا بالنفقة التشغيلية ولوازم الدراسة كأدوات الرسم وغيرها. ويقول موقع المشاهد نت إن الطلاب يتكفلون بشراء المستلزمات رغم ظروفهم الصعبة. وقد أعرب طلاب الفنون الجميلة عن استيائهم من الوضع الذي تعيش فيه كليتهم، وقال الطالبة من المستوى الثالث إن أبرز المشكلات عدم توفر قاعات مخصصة للدراسة وغياب تخصصات قيل إنها ستكون موجودة ولم تتوفر حتى اللحظة. كمال الصامت أستاذ الرسم بالقسم أكد أن قسم الفنون بجامعة تعز لا يمتلك أساسيات الدراسة من مبنى وقاعات دراسية وملحقاتهما، فضلا عن عدم وجود أدنى مستوى من الدعم لتشغيل القسم. الدكتور يحيى الرادعي أحد أساتذة الفنون الجميلة قال إن قسم الفنون لا يمتلك مبنى ولا يوجد مكتب خاص بالقسم لكي يتم فيه تواجد مسؤول القسم وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة المستجدات والمتطلبات. كل ما هو موجود قاعة كانت معدة مسبقا ضمن قاعات العلوم الطبية. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد قالت إن هناك تغيرات كثيرة أحدثتها حرب اليمن الأخيرة في المجتمع، ولعل بعضها تمثل في العودة إلى تقاليد وعادات قبلية بهدف تنظيم شؤون الحياة في ظل غياب المؤسسات الرسمية المعنية بتسيير أمور المواطنين. عوامل مختلفة أدت إلى اندثار حكم القانون في المجتمع اليمني، لا سيما مع تصاعد الحرب الدائرة في البلاد، منها اختفاء العناصر الأمنية في أقسام الشرطة وضعف أداء النيابات العامة والمحاكم في معظم المناطق اليمنية من جراء الحرب وانقطاع الرواتب منذ شهور عدة. تضيف الصحيفة أمام عجز الدولة عن أداء وظيفتها لبسط سلطة القانون في مناطق اليمن، أضحى العرف القبلي أفضل الطرق لفض نزاعات المجتمع اليمني في المدن والمناطق الحضرية. الشيخ القبلي حسين العلي يشير إلى أن هذه الأحكام باتة وغير قابلة للاستئناف وسريعة التنفيذ بالمقارنة مع تلك الأحكام التي تصدرها المحاكم، فالعرف القبلي يعالج كل الخلافات والنزاعات المدنية ويستثنى من ذلك القتل بأنواعه، فيحال إلى الجهات الحكومية المعنية، ولا تفرض عقوبات مثل السجن والإعدام في الحلول القبلية، بل هي عقوبات نقدية ومعنوية. عادة ما تكون العقوبة المفروضة على الأطراف المختلفة بعد صدور قرار التحكيم بذبح حيوانات، وذلك وفقا لحجم الجرم المرتكب وطبيعته. وفي صحيفة الخليج مصادر يمنية مطلعة قالت إن الحكومة الشرعية شددت على ضرورة انسحاب الميليشيات الانقلابية من الحديدة بشكل متزامن مع تسليم المدينة ومينائها لجهة إشراف محايدة. وكشفت المصادر في تصريحات للخليج أن الحكومة وافقت على مقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بتسليم الميناء لجهة إشراف تابعة للأمم المتحدة شريطة الانسحاب المتزامن للانقلابيين من الحديدة والميناء، واعتبرت أن أي اتفاق على تسليم ميناء الحديدة لجهة إشراف أممية يظل مرهونا بمدى تسليم الانقلابيين الفعلي للميناء.
وفاة المفكر والمعارض الصيني ليو شياوبو في السجن مؤخرا بعد معاناة مع السرطان فتحت الباب واسعا أمام أسئلة كثيرة عن نضال المثقفين ضد الأنظمة التسلطية. هكذا كتب ناصر الرباط مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية، وقال في أجزاء من المقال: ليو شياوبو هو المعارض الذي رفض مغادرة بلاده للاستمرار في مقاومة نظامها الشمولي التسلطي، مفضلا البقاء في الداخل وممارسة نقده علنا وعلى الملأ، مع معرفته الأكيدة بأن السلطات الصينية لن تسمح له بذلك. ولم يخيب النظام الشمولي ظنه، فقبض وحكم عليه بالسجن 11 عاما عام 2009 بتهمة التحريض ضد النظام بعد عمله على صياغة الوثيقة المعروفة بميثاق 08 التي طالبت بمزيد من الحريات العامة في الصين. ولم تكتفي السلطات بذلك، بل وضعت زوجته الفنانة والشاعرة ليو شيا تحت الإقامة الجبرية، ولم تخفف الضغط على الزوجين حتى بعد حصول ليو شياوبو على جائزة نوبل للسلام عام 2010، بل ربما زادتها حنقاً بسبب اعتراف العالم بنضال شياوبو. واليوم تخلصت السلطات الصينية منه بعد أن رفضت السماح له بالسفر للخارج للحصول على العلاج، متعللة بأنه يحصل على أفضل علاج في الصين، وبعدما تماطلت في نقله إلى المستشفى حتى بعد تشخيصه بحالة متقدمة من سرطان الكبد. ليس ليو شياوبو المناضل الوحيد الذي يموت في سجون قامعيه في بلاده في العقود الأخيرة، بل إن الكثيرين من مناضلي العالم ماتوا في ظروف صعبة في سجون أنظمتهم، والحال أشد في العالم العربي بالتأكيد من محيطه إلى خليجه. لكن ربما كان شياوبو أشهر شهداء السجون بسبب حصوله على جائزة نوبل للسلام التي لفتت أنظار العالم إليه وإلى قضيته. ربما كان في انتظار شياوبو مستقبل أفضل لو عاش، مثل ما حصل مع المحظوظين من المناضلين أمثاله الذين خرجوا من سجون الطغاة لكي يمهدوا الطريق لانتقال بلادهم من التعسف إلى الديمقراطية، مثل نيلسون مانديلا وفاكلاف هافل وقبلهما المهاتما غاندي. وفاة فيلسوفة فرنسية غرقاً بعد أن أنقذت أطفالاً على الشاطئ، عنوان لصحيفة القدس العربي، وقالت في تفاصيله: توفيت عالمة النفس والفيلسوفة الفرنسية آن دوفور مانتل البالغة من العمر 53 عاما غرقا بعد أن أنقذت أطفالا على شاطئ بامبلون جنوب شرق فرنسا، بحسب ما أعلنت مصادر في عائلتها لوكالة فرانس بريس. وعلقت وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسان في تغريدة على موقع تويتر على هذا النبأ بالقول: كانت فيلسوفة كبيرة ومحللة نفسية تساعدنا على الحياة والتفكير في عالمنا اليوم. وقد بدأت الكتابة في العام 1997 ولديها عدد من الكتب والأبحاث، منها مديح الخطر في العام 2011 وذكاء الأحلام في العام 2012 وقوة النعومة في العام 2013. وكانت أيضا تكتب منذ عامين مقالات في صحيفة ليبراسيون ذات التوجهات اليسارية. في أخبار صحيفة الحياة المنوعة ما جاء في إحدى صفحاتها: لصان إيطاليان ينفذان سرقاتهما بقناعين لترامب. وقالت الشرطة الإيطالية اليوم إنها اعتقلت شقيقين يشتبه في أنهما سرقا العشرات من ماكينات الصراف الآلي، بينما كان كل منهما يضع قناعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويعيد ذلك إلى الأذهان فيلم بوينت بريك الذي أنتج عام 1991، والذي تضع فيه عصابة من راكبي الأمواج أقنعة لرؤساء أمريكيين سابقين أثناء سرقة البنوك. لكن الشرطة قالت في بيان إن الشقيقين استلهما الفكرة من فيلم آخر. وجاء في بيان الشرطة: من وحي فيلم ذا جيكل من إنتاج عام 1997 قام الشقيقان بطلاء سيارتهما المرسيدس البيضاء باللون الأسود. وحدنا نقاوم، يكتب أمجد ناصر مقاله المنشور في العربي الجديد، معبرا عن تراجع العرب عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية وانشغالهم بقضايا أخرى. لم يعد لدى الغرب وإسرائيل أدنى شك في أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية العرب المركزية. ليس لأن المواطنين العرب لا يعنيهم ما يجري في فلسطين، وليس لأن شعورهم العربي تبدد وحل محله شعور قطري،
بل لأن هناك ألف قضية تثقل صدورهم اليوم. هناك دم وركام يسدان الأفق العربي، فالحروب الخارجية والداخلية على العالم العربي لم تترك تقريباً بلداً قادراً على التطلع خارج حدوده، فإن فعل لن يكون إلى حيث بدأت كل مصائب العالم العربي، وحيث لن تنتهي مصائبه ما دامت إسرائيل. الخندق المتقدم للإمبريالية تحتل فلسطين وتهيمن حتى من دون حروب على مصائر العالم العربي. كم يبدو هذا الكلام مكرراً ومعلوكاً، ولكن ليس هناك حقيقة أخرى غيره. ليت الأمر غير ذلك، ليت الطريق أسهل وأقصر، ولكن هذا هو الواقع، بل الواقع أسوأ اليوم بما لا يقاس. لقد تدمرت البلدان العربية المركزية أو نخرت من الداخل بآفات الطغيان والفساد والإرهاب. هذه سمة العالم العربي ما بعد انتفاضات الشباب العرب وهبوبهم صوب الحرية. أخمدت هذه الانتفاضات أو انحرفت إلى طريق العسكر التي لا قبل لها بمواجهة سلاح الأنظمة، فخسرت بذلك الالتفاف الشعبي الداخلي وتعاطف الرأي العام الخارجي. بعد أن قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنصب بوابات إلكترونية في المسجد الأقصى، اندلعت مواجهات يومية مع فلسطينيين معترضين عليها. صحيفة العربي الجديد نقلت صوراً لهذه المواجهات، نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.